كما تريد يا سيدي. أعرف من أنتما ولصالح من تعملان، ولكن لا تنسيا أنكما أمام دوندار، أحد سادة الكاي وعم سيدها السيد عثمان. إياكما. نسيت بسرعة أننا أنقذناك من غضب السيد عثمان. من الواضح أنني أيضا أنقذتكما من تغريد إدريس بالحقيقة. أنت ذكي يا سيد دوندار، إذن كلانا يجب أن نشكر بعضنا البعض. لكن نحن يا سيد دوندار لا نريد شيئا سوى مصلحتك. عندما تسلل الكومان إلى خيمة عثمان سرا أفادنا الأمر كثيرا. إذن أنتما تخدمان نيكولا؟ نحن لا نخدم أي أحد سوى الرب يا سيد دوندار. وبقدر ما نحن مؤمنين بسيدنا عيسى، نؤمن بأن مصالحنا واحدة يا سيد دوندار. ما الذي أردته ولم أستطع أن أحصل عليه لكي تعطياني إياه أنتما؟ كما أردت أنت والحاكم نيكولا بالضبط، نحن أيضاً نريد أن تحصل على حقك يا سيد دوندار. السيادة. السيادة. إذن أنتما تريدان مني أن أخون مثل نيكولا، مقابل ذلك سوف تعطياني السيادة. ماذا سيحدث إن لم أقبل؟ هل ستقتلان واحدا من السادة؟ بالتأكيد لا، لكن لا يمكننا منع ابن أخيك عثمان من قتلك إن علم أنك قد تعاونت مع نيكولا وأنك قتلت صانع الفخار إدريس. إن مت أنا لن تستطيع الحصول على ما تريدان. هذا السهم الخائن الذي لاحقناه. أيا كان من قتل إدريس فهو ليس من لحقنا به. إذن غايتهم إضاعة الهدف. من الواضح أنه تم استدراجنا إلى لعبة. سيدي، كان هذا في ثياب أحد الذين قطعوا طريقه. من هذا يا سيد عثمان؟ أياً كان الثعبان، بما أنه دخل إلى قبيلتنا فلا داعي للبحث عن الخائن بعيداً.
أمرنا سيدي. ابحث في خيمة صانع الفخار بسرعة. حسناً سيدي. حسناً يا سيدي. أرسلوا الجنود ليأخذوا جثته. برأيك هل سيفعل ما طلبناه منه؟ أجل فوتر القوس على حنجرته. الآن حان وقت اهتمامي بمالهون ووالدها السيد أمور. قبول أمور لدعوة عثمان له للاستقرار في هذه الأراضي يمكن أن يتحول إلى احتلال البربر لبيتينيه، لأن السيد أمور هو أحد أكبر سادة التركمان في الأناضول، والكثير من السادة سيأتون بعد مجيئه، وحينها قد ينهض عثمان عن كرسي السيادة ويجلس على عرش السلطنة ويحكمهم. ونيكولا لا يملك خطة لمواجهة خطة عثمان، لازال يصدق حتى الآن أنه يستطيع محاصرة عثمان وقتله. لهذا نحن هنا يا أخي، هذه أكثر الأراضي قدسية في ديننا، مباركة ومقدسة لدرجة أن لا تترك لإنصاف ورحمة وثنيا كنيكولا. حسنا، ماذا سنفعل؟ ماذا؟ سوف نتعاون مع الشيطان حتى من أجل إيقاف خطة عثمان لتوطين التركمان في بيتينيه. أولاً سنهتم بالسيد أمور، فقبيلته أكبر من قبيلة عثمان بكثير. عثمان لديه 500 والسيد أمور لديه 1000. أنت تفهم معنى انضمامه إلى عثمان، أليس كذلك؟ ما الذي يدور في عقلك؟ توغاي كلب الصيد الخاص بجيخاتو. في أول خطوة سنساعد توغاي كي يقبض على السيد أمور، ومن بعد ذلك سندفع توغاي لمهاجمة عثمان. إن رحلة القسطنطينية توترك قليلاً وفقاً لما فهمته. الكلام سهل بالنسبة لشخص لا يعرف ثقل التاج الذي على رأسي. لا أحب الضيف القادم دون دعوة، خصوصا إن كان هذا الضيف شخصا فاشلا وغبيا. لن تفكر بهذا الشكل عندما تعرف سبب قدومي. دعني أخبرك أنا عن سبب قدومك. هل لتخبرني كيف أفسدت كل شيء خلال مداهمة القبيلة يا ترى؟ أم ستخبرني بأنك لازلت تتعاون مع عثمان حتى الآن؟ إن كان هكذا فلا تتعب نفسك عبثا، فلا شك لدي بذلك. قد تساعدك هذه في إزالة شكوكك. وما هذه؟ خطط الإسكان التي أردتها. أين عثرت على هذه؟ عندما خرجت أنا وتارغون خبأتها قبل هجوم عثمان علينا.
هذا يعني أنك تملك بقية المخططات، صحيح؟ أجل، لكن إن أردت أن تمتلك هذه فعليك أن تدفع الثمن. أنا مستعد أن أدفع لك ثمن المخططات ذهبا، ولكن إن اتضح لي بأن الوثائق مزيفة فسوف تدفع ثمن فعلتك غاليا جدا يا جوغتونغ. وتأكد أنني عندما أعود من القسطنطينية سأجعلك تدفعه بروحك. فلاتيوس، هل ذكرتني بهذا؟ بكل سرور يا نيكولا. سنستضيفك إلى أن نفهم ما إن كانت الوثائق مزيفة أم لا يا جوكتوك. فأنا أحب الحذر. فلاتيوس، جهز الزنزانة لنستضيفه الليلة. لن أبقى هناك طويلا يا نيكولا. ستعرف بأن الوثائق حقيقية. هل سترافق نيكولا في رحلته إلى القسطنطينية؟ لا تقحم أنفك في الأمور التي لا تعنيك. فتشنا خيمة إدريس جيدا يا سيد عثمان، لم نعثر على أي شيء يدل على خيانته. هل تسمح لي يا سيد عثمان؟ تفضل. سيد عثمان، هذه هي الأشياء الخاصة بإدريس، كانت في دكانه. مهما حاول الشخص إخفاء دينه والعيش بسرية، لابد أن
يرغب بوجودي إشارة في مكان ما ليعود إلى أصله عندما يكون وحيدا. آه يا سيد عثمان، من كان يصدق أمرا كهذا؟ نجح في إخفاء حقيقته حتى عني. آخ يا إدريس. عبد الرحمن الغازي، سيد بامسي، أنتم حاربتم الكثير من الكفار مع أبي، أخبراني الآن. من هم هؤلاء؟ عبد الرحمن الغازي، هؤلاء كبار الكفار يا سيدي، كل خدمة البابا يحملون هذه الإشارة. إذن سنعلم ما إن كان قتلة صانع الفخار ذاك هم عملاء البابا أم أحد من القبيلة. لا سمح الله سيدي، هل ما زلت تشك بأن هناك خونة بيننا؟ في الداخل أو في الخارج، الوقت يضيق علينا. هل تسمح لي يا سيدي؟ تفضل. أين كنت يا عمي؟ كنت في سوغوت يا سيدي. ماذا تفعل هناك؟ كنت أتحدث بخصوص التجارة، كنت أفعل ما أمرتني به. هكذا إذن، أما أنك تجهز قافلة جديدة؟ أما أن هذه أيضا ستكون كالقافلة السابقة؟ سيدي، من الذي كان يخطر له إيقاف القافلة ووضع رجال داخلها؟ لقد خطر ذلك على بال البعض. لكن كيف عرفوا؟ هل تسمح لي يا سيدي؟ تعال. وصلنا خبر. بينما الأحوال هكذا، كنت شاهدة على جريمة قتل. ومن خلال دليل وجدته، اقتنعت أن الضربة التي ستسقط السيد عثمان لن تأتي من الكفار، وإنما من داخل قبيلة الكاي. سأواصل جمع المعلومات إلى أن تأتوا إلى هنا.
أوصلها إلى أبي في أسرع وقت. أمرك يا سيدة مالهون. كل هذه المصائب يا سيد عثمان، كيف ستستطيع التغلب عليها؟ الإمبراطور استدعى نيكولا وسيخرج غدا. هل ننوي مهاجمته يا سيدي؟ التوقف محرم علينا يا أخي، حيث يظهر الكفار رؤوسهم سنسحقهم. لابد أنهم سيكونون مستعدين، سوف يخفون رجالهم، سينتظرون أن ننصب فخا، لكننا سنقوم بضربهم من حيث لا يتوقعون. المكان هنا وعر وفيه أحجار. أعلم يا أخي، لهذا السبب سأرسل مجموعة مشاة. أحسنت التفكير. إن سمحت لي أود أن أقودهم بنفسي. أنت ستبقى هنا يا أخي. سيد عثمان، الأمر أمرك، ولكن جعلتني قائد الجنود، هل ندمت على هذا؟ القيادة في وقت الحرب تكون لي يا أخي. ابقى أنت هنا لأن القبيلة في خطر. في المرة الماضية ابن أخي بقي هنا. عمي، أنت وأخي سوف تبقيان هنا، ولن تغادرا هذا المكان مهما حدث، ولن يدخل أحد لخيمة السيادة دون علمي وإذني. أمرك يا سيدي. عمي، أنت سوف تطيع أخي مهما قال. سيد بامسي، ما رأيك؟ كيف سنهاجم؟ إذا عرفوا أننا سننصب فخاً فسوف يأتون بكثرة وسيسقط شهداء. سوف نقدم الكثير من الشهداء، أي أنه كلما كان هذا الأمر بعيدا سيكون أكثر خطرا. ستكون حربا كبيرة، ليتصرف الجميع وفقا لهذا. يقول الآن، هل نقتل جوكتوغ لأنه احتال علينا؟ أم نعطيه كل ما يريده؟ الوثائق حقيقية، هل بقية الوثائق معه؟
يقول إنها لديه كلها. هل نستطيع الوثوق بجوكتوغ يا فلاتيوس؟ لكنه لا يملك خيارا، لذا سيوصلنا للوثائق. سأفعل ما يريد وسأحضر له الذهب. سينصب فخاني نيكولا، سوف أخبر سليمان بهذا. عثمان أثناء نصبه لفخه سيقع في فخي. سيد دوندار، سيد دوندار، إذا مات عثمان وسط جنوده فلن يعود أحد إلى هنا. إذن؟ ما أقصد قوله أنت تريد أن تصبح سيدا، لكن قل لي يا دوندار، إذا مات الجميع معه على من ستصبح سيدا؟ وهل أنت ترينني غرا يا امرأة؟ لأجلس على كرسي السيادة أولاً، من ثم سأفكر بهذا. لماذا تضايقت من جديد؟ لقد أضعت خاتمي يا امرأة، أفكر أين سيكون. هل وقع أثناء رميك للسهم؟ لا، كان في إصبعي عندها. لابد أنه وقع وسط الفوضى في دكان سليمان. إذن اذهب للبحث عنه قبل أن يجده أحدهم. سأبحث عندما أذهب لسليمان. هذا ما ينقصنا، من يدري ما سيحصل الآن وكيف سنخرج من هذه المصيبة. التجار يريدون سوقا، والجنود يريدون غزوا وفتحا كبيرا يوصلنا إلى جميع أنحاء العالم. حينها الجنود سيأتون أفواجا وستفتح طرق أسواق جديدة، وسيأتي التجار. عثمان محق يا ابنتي، طالما أن وارثه سيكون سيدا فيجب أن تكون والدة هذا الوارث ابنة سيد أيضا. أنت محقة أمي، أنت محقة، ولكنها ابنة سيد وستعطي عثمان وارثا. ماذا سيحصل عندها؟ ستدخل الخيمة وسوف تخرجك منها ومن قلب عثمان أيضاً. هذا ما تظنينه يا بالا، صحيح؟ لا تقلقي، لا أحد يأخذ مكانك، لا في الخيمة ولا حتى في قلب عثمان.
الفتح الكبير يتطلب نصرا كبيرا. هل تسمح لي يا سيد عثمان؟ تعالي. ماذا هناك يا سيد مالهم؟ أين هو المكان الذي سنستقر فيه؟ أخبرني. إذن إنك تريدين أن تعرفي بسرعة. أهناك داع للانتظار؟ الأرض التي سأعطيكم إياها في محيط بولو. لما هنا؟ توجد أراضٍ خصبة ومراعٍ كبيرةٌ هناك. استشيري السيدة أمور وأخبريني إذا كان هذا مناسباً. ستستقرون هناك. هذا غير ممكن. نحن نريد الاستقرار في أراضي الإمارة، فنحن نريد المتاجرة. لا نريد الرعاية فقط، نريد المتاجرة أيضاً. لهذا نريد أرضاً قريبة من الأسواق وطرق التجارة. هذا يعني أنك قررت المكوث في أرضنا وتريدون العمل بالتجارة أيضاً؟ إن اليد المعطاءة فوق اليد الآخذة. أعطنا ما نريد لتعلو، وكي تكون قبيلتنا بجانبك لتسحق أعداءك وتكون درعاً لك أمام الخونة. فكر جيداً يا سيد عثمان. سيدة مالهون، انتظري. السيد أمور علمك جيداً. لو رضيت بالأرض التي منحتك إياها لسقطت من عيني. هذه الأراضي هي مستقركم. ليكن خيرا. السيد دوندار سوف يهتم بأمر إسكانكم. أرسلي لي خبرا إذا احتجتم لأي شيء. لن تندم أبدا سيد عثمان. ابنة سيدنا حقا. بسم الله.
تسمح لي يا سيد عثمان؟ تعال يا زوجة عمي. لقد طلبت رؤيتي، أهناك ما تريد قوله؟ زوجة عمي، زوجة عمي العزيزة، لدي طلب منك. بكل سرور، فطلباتك أوامر يا سيدي. لا يا زوجة عمي، أستغفر الله. قل يا سيد عثمان. أريد لقبيلتك أن تستقر هنا، أريدك أن تتركي الشوق لنا وتذهبي إليهم. اذهبي وأحضري قبيلتك إلى أراضينا وتعالي. أنت تتكلم عن إخوتي؟ أجل، مر وقت طويل، لقد اشتقت إليهم. أقنعي أقربائك بالمجيء، أقنعيهم بالهجرة إلى هذه الأراضي، أوصلي إليهم سلامي وقولي إنني أدعوهم ومكانهم فوق رأسي. سأقول بالتأكيد، سأقول، ولكن يا ولدي كيف سأتحمل شوقي إليكم؟ دستور يا إخوتي. اصطفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد دوندار هنا أيضاً؟ أتيت للاستماع لحديثك يا شيخي. أستغفر الله، أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.